السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. اليوم أقدم لكم تجربة قيادة الـ MG GT طراز 2022 المزودة بمحرك 1500 سي سي توربو. سابقا قدمت لكم أول تغطية عربية لوصول الـ MG GT في منطقة الشرق الأوسط، ولله الحمد المقطع السابق حقق نجاح كبير، وهذا اللي شجعني أني أصور لكم اليوم تجربة القيادة. شرح المواصفات الكامل موجود في المقطع السابق، راح تحصلون الرابط في التعليق المثبت بالأسفل. اليوم فقط أريد أركز على موضوع تجربة القيادة للـ MG GT 2022. بسم الله الرحمن الرحيم، والآن أبدأ تجربة قيادة الـ MG GT 2022. وطبعا كالعادة جايب السيارة مسقط سيتي سنتر علشان أختبر أنظمة التعليق من خلال المطبات الموجودة في هذا المول. هذا المطب الأول. في شوية بودي رول في السيارة، تمايل بسيط لجسم المركبة، نظام التعليق الأمامي ماكفرسون، ونظام التعليق الخلفي أكسيدنتال سبورت. بصراحة لا توجد اهتزازات مزعجة أثناء عبور السيارة على المطبات. أنا أعرف سيارات أعلى منها من ناحية الفئة والسعر، أنظمة التعليق اللي عليهم تكون مزعجة. اوكي، يعني انظمة التعليق على الـ MG GT مقبولة جدا. طبعا السيارة هذه تسمى في الصين الـ MG 5، ولكن مسماها عندنا في الشرق الاوسط الـ MG GT. اذا نتكلم كمسماها في الصين، هذا هو الجيل الثاني من الـ MG 5 اللي هي الـ MG GT. انطلق الجيل الاول في الصين في سنة 2012، وهذا هو الجيل الثاني اللي انطلق في سنة 2020. شركة سايك الصينية اللي تملك علامة الـ MG لها سياسة مختلفة في الشرق الأوسط. هم جابوا طراز الروي i5 وسموه عندنا MG 5. لتباع السيارة في الشرق الأوسط تحت مسمى الـ MG 5، وتسمى هذه السيارة اللي الآن معاي طراز الجي دي. احنا كمستخدمين ومستهلكين ما تهمنا الأسماء، تهمنا الجودة ونوعية السيارة اللي نستخدمها. طيب بالنسبة لنظام التوجيه، نظام التوجيه في هذه السيارة كهربائي، صراحة حبيته. يعني عجلة القيادة على السرعات المنخفضة والسرعات العادية عجلة القيادة بتكون ناعمة، وكلما زادت السرعة تزيد معاك قساوة عجلة القيادة، وهذا الشيء ممتاز حتى تعزز من ثبات السيارة أثناء القيادة بسرعات عالية. حاليا فترة غروب الشمس، يعني يمكن شوية إضاءة الشمس بتعمل تشويش على التصوير، لذلك يعني أرجو منكم المعذرة أعزائي المشاهدين. السرعة الآن 80، وعداد دورات الـ RPM على الـ 1600 دورة. أكيد أنتم تقرؤون التعليقات على مختلف القنوات. هنالك يعني فئة معينة من المتابعين يقولون أن السيارات الصينية ما فيها جودة، وأن عمرها الافتراضي قصير وأعطالها راح تكون كثيرة أثناء الاستخدام. طيب أنا عندي سؤال، بما أن يعني السيارات الصينية عمرها الافتراضي قصير وأعطالها كثيرة، لماذا صانعين السيارات الصينية يعطونا ضمان يصل إلى 5 و6 سنوات بهذا الضمان؟ سواء كانت السيارات الصينية فيها أعطال أو ما فيها أعطال، هذا الضمان يضمن لك أنت اليوم كمستهلك التصليح مجانا. أنت تخيل اليوم أن بعض عمالقة صناعة السيارات يعطوك ضمان 3 سنوات فقط، 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر. لذلك أنا ما أشوف هنالك قلق من امتلاك السيارات الصينية، خصوصا إذا كانت الأسعار مناسبة، الأسعار مقابل الضمان المقدم. طيب أعود الآن للحديث عن الـ MG GT.
بالنسبة لمكيف السيارة، المكيف ياخذ وقت، يعني أول ما تشغل السيارة خصوصا إذا كانت واقفة ساعتين أو ثلاث ساعات وتحت أشعة الشمس، المكيف ياخذ وقت حتى يعني تبرد المقصورة. أنا أشوف أن العازل الحراري ضروري جدا على النوافذ لتعزيز يعني قدرات التكييف داخل المقصورة وإبعاد وقوف السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن صراحة يعني مكيف في الام جي بشكل عام حساس، يعني تأثر بسخونة الأجواء يعني بشكل واضح. أوكي، مثل ما شفتوا يعني أداء السيارة نشيط، يعني دخولها إلى الخط السريع كان بشكل مميز جدا. أنا أشوف أن الأداء ممتاز مقارنة بماكينة 1500 سي سي توربو والقوة ماكسيموم يعني 170 حصان، لذلك أداء السيارة يعتبر مقنع جدا. الآن السرعة تقريبا 120 أو 124 وعداد دورات الـ RPM على 2500 دورة. أوكي، أتكلم الآن عن موضوع العزل. مثل ما تسمعون يعني عزلها يعتبر متوسط، وبشكل عام يعني الأشخاص اللي يشترون هذا النوع من السيارات أكيد ما راح يبحثون عن موضوع عزل ممتاز، يعني أكيد ما راح تكون مرسيدس S كلاس أو مثلا اللكسس LS 500، مستحيل تكون يعني بعزل هذه الفئة من السيارات. يعني هذه السيارة سعرها 7200 ريال، يعني إيش تتوقع منها؟ يعني شيء طبيعي، يعني مستوى العزل فيها طبيعي. أنا بترك التعليق لمدة دقيقة، أنتوا قيموا فيها مستوى العزل واكتبوا لي رأيكم في التعليقات بالأسفل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأنتم تتابعون تجربة قيادة الام جي جي تي 2022. أوكي، بالنسبة لمستوى راحة الركوب، بصراحة من بداية التجربة إلى الآن تقريبا كملت ساعة ونص لم أشعر أبدا بأي تضايق من مقعد الساق. مستوى راحة الركوب يعتبر جيد جدا، ولكن يعني نوعا ما المقاعد حجمهم صغير فلن تناسب الجميع، يعني الأشخاص طويلين القامة اللي تقريبا طولهم 180 اللي وزنهم أكثر من 120 كيلو أكيد ما رح يناسبهم ركوب الام جي جي تي. بعد الأشخاص طويلين القامة يمكن يمشي معاهم الموضوع يعني، ولكن الأشخاص يعني اللي وزنهم مرتفعة ما أتصور يعني يناسبهم ركوب الام جي جي تي. طيب، بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، استهلاك السيارة للبنزين متفاوت، يعني مش ثابت حسب سرعة السيارة، يعني على سرعات 60-80-100 معدل استهلاك الوقود يعتبر جيد جدا، ولكن لما تشد على التسارع 3000 دورة RPM أو مثلا يعني سرعات 120-130 راح تشعر أن معدل استهلاك الوقود راح يكون مرتفع قليلا. السيارة ما راح تكون اقتصادية في استهلاك الوقود في هذه الوضعيات أبدا. أداء السيارة يعتبر نشيط، ماكينة 1500 سي سي توربو، القوة 170 حصان والعزم 275 نيوتن متر والجير أوتوماتيك دبل كلتش من 7 سرعات. طيب، خلاصة تجربتي للام جي جي تي، بالنسبة للإيجابيات تصميم السيارة من الخارج يعتبر مميز وجميل، داخلية السيارة تعتبر أنيقة، أداء ماكينة السيارة نشيط، الكنترول أثناء القيادة أيضا يعتبر ممتاز،
تذكرون أنا صورت لكم سابقا الـ RX 5، أنا انتقدت فيها موضوع السيطرة والكنترول، لكن صراحة الآن الـ MG GT يعتبر فيها مستوى الكنترول والسيطرة ممتاز. أما بالنسبة للسلبيات، أحيانا التوربو يعمل تكتيم خفيف، لكن ما يظهر دائما، يظهر نادرا بشكل عام. يعني عندك أيضا موضوع المكيف، في بعض الأحوال ما يكون يعني بالمستوى المطلوب، خصوصا لما تكون السيارة واقفة تحت أشعة الشمس، وإذا النوافذ ما عليها المخفي المكيف يعني ما يبرد بشكل سريع، يأخذ وقت إلى أن تبرد المقصورة. إضافة إلى جودة تصوير الكاميرات المحيطية، صراحة يعني تصويرها يعتبر عادي جدا، يعني مستواها عادي جدا، توقعت يعني مستوى التصوير فيها راح يكون أفضل، وتمنيت لو تكون لزمة المكابح فيها أقوى، يعني أداء المكابح يكون رياضي. أنا ما أقول لك أن المكابح مستواها سيء، بالعكس أداءها جيد جدا، ولكن على التوربو والأداء اللي يعني القوي اللي فيها، السيارة تحتاج إلى مكابح أداءها أقوى. أنا ما أقول لك أن المكابح أداءها ضعيف أبدا، ولكن من المفضل أن تكون مكابحها أقوى، يعني إذا نقارنها بالمكابح الموجودة الآن عليها. وبس هذه كانت تجربتي للـ MG GT 2022. أنا أخذت السيارة وهي ماشية 400 كيلو فقط، فلذلك يعني ما أقدر أقيم فيها مستوى التسارع والقوة اللي فيها أبدا، ما أقدر أقيمه، لأن السيارة على الأقل لازم تكون ماشية أكثر من 2000 كيلو متر علشان يبين معانا قوة الأداء والتسارع. أنا أتوقع أن تحقق هذه السيارة نجاح كبير، خصوصا على التصميم الخارجي والداخلي اللي في هذه السيارة. ولا تنسون إخواني الكرام من الدعم، الاشتراك في القناة لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، ولا تنسون أيضا من اللايك، لأن اللايك حمسني للاستمرار. وتحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.